هاي بيحتفل العالم بتاريخ 6 شباط باليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ختان الإناث لتوعية العالم لخطورة هالممارسة يلي بتتعرض إلى كل 15 ثانية بنت وحدة على الأقل بمناطق مختلفة من العالم. طرحت فكرة ستيلا أوباسانجو بمؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية يلي بتأثر على صحة المرأة والطفل، وبعدها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفكرة وأعلنت بأيار 2005 الاحتفال بهالفكرة بست شباط من كل سنة برعاية اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو إزالة جزء من الأعضاء التناسلية للأنثى بشكل جزئي لأسباب ثقافية أو دينية، وهالعادة خطرة على صحة النساء بسبب أثارها يلي ممكن تتسبب بتدهور الصحة الإنجابية والنفسية. بتأدي هالعادة لزيادة عدد وفيات الأمهات والأطفال وزيادة تعرض الفتيات والنساء للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يعني الإيدز. المرأة يلي بتخضع على الختان بتعاني من برود جنسي ومشكلة بإقامة علاقة جنسية طبيعية مع الرجل. قدرت منظمة العفو الدولية أنه أكثر من 130 مليون امرأة بالعالم تعرضوا للختان، وسنوياً عم بيزيد العدد لحوالي 2 مليون تقريباً بالسنة. من أكثر المناطق بالعالم يلي بتتعرض فيها النساء للختان هي أفريقيا وخاصة مصر يلي أصدرت مؤخراً قرار بمنع ختان النساء. مين قال إنه ختان الإناث هو انتهاك لحقوق الفتيات والنساء الأساسية، شكل من أشكال التمييز ضد المرأة؟ أنا قال، شوفكم بكرة.